جسد اللؤلؤ البحريني تاريخا عريقا من العلاقات البحرينيه البريطانيه التي ترتكز على ارث من الصداقه المتميزه والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. نعم اللؤلؤ البحريني الذي شكل محطه اعجاب الملكه الراحل اليزابيث الثاني وافراد عائلتها الملكه يعد من السمات البارزه والروابط الوثيقه التي زادت من رسوخ ومتانه العلاقات البحرينيه البريطانيه. اللؤلؤ البحريني الاصيل الذي شكل على مر الزمان جزءا هاما من حضاره مملكه البحرين وتاريخها العريق، وحلقه وصل بين مملكه البحرين ودول العالم، ومنها المملكه المتحده، وعلى راسها الملكه الراحله اليزابيث الثانيه، التي لم يكن خافيا اعجابها الشديد باللالئ البحرينيه الثمينه. وترتبط مملكه البحرين وجلاله الملكه الراحله بقصة حب فريدة من نوعها سمعها ورآها العالم بأسره والتي سطرها حب جلالتها للؤلؤ البحريني الأصيل وحرصها على ارتدائه في أهم المناسبات والاحتفالات الرسمية والعائلية من خلال العقد والأقراط اللؤلؤية الناعمة والتي تحمل عديد المعاني العميقة في قلب الملكة إليزابيث حيث ان اقراط اللؤلؤ هي هديه قدمت عام 1947 من حاكم البحرين انذاك المغفور له صاحب العظمه الشيخ سلمان بن حمد الخليفه للملكه اليزابيث بمناسبه زواجها من الامير الراحل فيليب وكانت عبارة عن سبع لالئ بحرينية حولت منها اثنتان إلى قرطين ارتدتهما لأول مرة عام 1952 أثناء جولة لها في كندا، من ثم تزينت بهما وعائلتها في العديد من المناسبات ليتعمق بذلك حبها الكبير للؤلؤ البحرين. على مدار 96 عاما من حياتها، تألقت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بمجموعة كبيرة من المجوهرات بحرينية المنشأ حيث تمتلك مجموعة رائعة منها ونادرا ما تلتقطها عدسات الكاميرا دون قلادات اللؤلؤ ذات الحبال الثلاثة. اللؤلؤ البحريني الذي لطالما كان محط إعجاب الملكة الراحلة وأفراد عائلتها المالكة عزز من مشاعر العلاقات التاريخيه بين البحرين وبريطانيا والتي تزداد رسوخا يوما بعد اخر